انا فاكر لما احنا اتكلمنا قبل بطوله الكاس الامم وعملنا حلقه عن مصر نحو المونديال لو تفتكر 2026. ايوه احنا بناهل فين الجيل اللي احنا بناهله لكاس العالم 2026 يعني، وقلنا احنا داخلين كاس الامم بالقائمه دي بالمنظر ده تدخل تاخد البطوله، داخل مرحله حصاد لان الجيل ده في اخره، اغلب الاجيال اللي موجوده اغلب اللعيبه الكبار في اخرها، فانت ما عندكش حاجه تانية غير انت تاخد البطوله. هل انت داخل بتعد جيل جديد؟ مين الجيل الجديد؟ فيش جيل جديد خالص خالص. إيه اللهم ان محمد عبد المنعم 24 سنه، فتوح لو هتحسبه لعيب صغير 25 سنه، امام عاشور 25 سنه مع مصطفى محمد المحترف بتاعنا يعني مع مرموش، ادي اربعه خمسه هم، ودول اوريدي موجودين في المنتخب، مفيش اي اضافات جديده للفتره من سنه ونص، مفيش لعيب دخل جديد صغير على منتخب مصر صح؟ فانت داخل المرحله دي على لعيبه كبار زي حجازي وزي النني وزي تريزيجيه وزي زي زي وكمل بقيه اللعيبه، حتى محمد صلاح اللي حلتنا 31 سنه وداخل في ال 32. فانت كل اللي انت داخل عليه خلاص داخل مرحله حصاد. فهنا السؤال لما نيجي نسال نفسنا، والسؤال لكل ما هو يشمل منظومه الكره في مصر، احنا رايحين كاس الامم نعمل ايه؟ المفروض زي ما انت بتقول كده وانا متفق معاك بنسبه مليار في المية، رايحين ناخد البطوله دي. حلو. رايح تاخد بطوله كاس الامم في مجموعه فيها موزمبيق وكاب فيردي واسوأ نسخه من غانا، اتعادلت الثلاث مباريات وبقيت الفريق الوحيد على مدار تاريخ البطوله اللي اتاهل وداخل فيه ست اهداف اصلا. استقبل في كل، يعني مش ست اهداف، استقبل في كل مباراه هدفين، هدفين على الاقل. ايوه حلو. فيعني ده 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 شكل منتخب مصر، ما كسبتش ماتش يعني، انت فيش مباراه انت كسبتها يا بيه، ده احنا زعق لنا نبي، ما انتش فاكر نفس القعده دي لما الراجل عايزانا صح، ولا الكره عملت معانا كل حاجه بصراحه يعني، حتى ضربه الجزاء جت من حاجه على حدود الراجل متهور. بص الكره، بص الكره ماشيه معاك فين؟ انا بقول الكره ماشيه معاك، لا لا حلوه الحته دي عشان مهمه. بص الكره ماشيه معاك من فين؟ الكره ماشيه معاك من اول، انا هحطك في مجموعه فيها موزمبيق وفيها كاب فيردي وغانا، فتصعد انت وغانا حلو كده، فانت لا ما قبلتش ماشي كده. ثم الكره جت قالت لك ايه يا عم؟ خلاص انت ملطش اصلا ومش شايف، لا انت قدام موزمبيق شايف ولا انت قدام غانا شايف، وقدام كاب فيردي ما اديك انت شايف، احنا على الله ان شاء الله بنجري يعني، اللعيبه خش اجري موت نفسك في الملعب وخلاص. فيقوم الراجل بتاع غانا حارس المرمى بتاع غانا يقوم واخد الكره ضربه ركنيه، يقوم لاعبين بتوع موزمبيق جايبين جون، هم لا نقت لهم ولا جمل ولا محتاجين اي حاجه ولا عايزين اي حاجه، شد دي السلام عليكم، منتخب مصر صعد وانت يجي فيك جون في الثواني الاخيره فكاب فيردي. فانت تقول ايه؟ دي الدنيا ماشيه معاك. بص الكره بقى تقوم قايل لك لا مش كده وبس، انا هجيب لك الكونغو الديمقراطيه، انا مش هوقعك في منتخب المغرب، انا هجيب لك الكونغو الديمقراطيه، يلا اكسب. ومش كده وبس، انا همهدها لك بقى من الناحيه الثانيه، بص الكره عماله تغزلك من بعيد اهو، انا هخلي غينيا، غينيا الاضعف تغلب غينيا الاستوائيه، وغينيا الاستوائيه ضايع ضربه جزاء عشان انت طريقك ممهد بقى خلاص. فانت زي السلام عليكم كده، مش هتحتاج اي حاجه، تدور مفتاح في الكونتاكت ودايس بنزين، انت خلاص مبروك، مفيش يا باشا اي حاجه، انت بتخرج النهارده من الكونغو الديمقراطيه ومحسسني ان احنا بنلاعب منتخب فرنسا، انا حاسس ان انا بلعب كليان امبابي. انا كلمتك على صعيد النتائج بس، النقطه المهمه حتى كان عمر بيتكلم فيها وهي فكره الاداء الفني، هي اكتر حاجه تقف عندها وتزعل ويجي لك احباط وكلنا نبقى محبطين جدا، ان انت لاول مره ما بتستغلش الحاله الفنيه اللي فيها لعيبتك. برافو عليك. امتى اخر مره دخلت بمهاجم في الحاله الفنيه دي؟ صح. زي مصطفى محمد. صح. مصطفى النهارده من على نص الملعب بيجيب الكوره وبيحجز عليها ويديها لزميله ويجري يضرب سبرنت في منطقه الجزاء يستنى العرضيه اللي بتجيله وسط اربعه. هو مطالب، انا مش فاهم يعني بصراحه، مطالب من المهاجم يعمل ايه اكتر من كده؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، يعني هدف واحد، هدف واحد من السبع اهداف اللي احنا جبناهم يجيب ملعوب. يجي من نمط احنا كلنا مش هنختلف عليها، نقول ده نمط منتخب مصر، دي بصمه فيتوريا، او ده شكل المنتخب الجديد. كلها اجتهادات فرديه، كلها يعني ضربات الجزاء جت ازاي، سواء الاهداف اللي في اللحظات الاخيره جت ازاي، سواء مرموش يضغط فيرقص الحارس في لحظه فوقان في الشوط الثاني بتاعت غانا، ده سيناريوهات منتخب مصر بكل الدراما اللي انت حكيتها يعني.